لانه هذاك ملي انت بعامل ليه جاي السلعه تتوصل عندك انتيا صافي انت وليتي مسؤول. حنا تنقولوا لها ديما الخاتم، وهذا هو النقاش في النصوص التنظيميه اللي تنقولوا. اذا حنا بالنسبه للجوده حنا مع انسان يكون يشتغلوا بجديه، ولكن في نفس الوقت ما بغيناش نبقاو دايرين هاد الشركات هما يخرقوا القانون، جميع القوانين تيخرقوها، والوزاره قاعده ساكته تتضامن معاهم وتتعامل معاهم وتخلينا حنا في السباخور. هادشي مرفوض، كيقول لكم راه الطرق القانونيه كلها مشينا فيها. بالنسبه للفليكسيكون، الاخوان الفليكسيكون هذه كيقول معركه، لانه تجربه الحمد لله باش الفليكسيكون يتيقوا فينا الناس. وعرفنا انه الناس اللي داروا الفليكسيكون وعرفتوا المعركه، راه معنا السي بادو مسكين اللي 15 يوم ياك 10 ايام ولا 15 يوم هو اون بان، تيخرج 300 طن اون بان، وتنشكروه من هذا المنبر لانه باش شي واحد والسيريدار الاخوان واحد 6 ولا 7 الناس باش نجحنا في هذا الفليكسيكون. الفليكسيكون تعطى واحد حنا ليه مراحل، مشينا للوزاره التجاره شتينا جميع الوثائق الطرق لانه عندنا الحق نشدو هذا الفليكسيكون، ما نبقاوش غادي تطاكي وراكم انتم عارفين المشاكل كلها اللي فيها. باش راح نعاود وراح نجرب باش نضيع الصفه القانونيه باش نخدموا هذا الفليكسيكون. بالتالي من الاول عندنا كاع الصفه القانونيه ودرنا محضر مع وزاره التجاره وزاره الطاقه والمعادن، في الاخر تيجي يقول لنا ما تخدموش وقع عندكم هذا الحق. تدخلت وزارة الداخلية وحل هذا المشكل بصفة نهائية، إذا هذا مكسب خصها تشبتوا به، هذا مكسب اللي بغى يديروا غادي يديروا. إذا السيدي كان تيبيع لنا الفليكسيكون كان بيزيد علينا الثمن، الأخت فوالا ما متبعش هذا الموضوع بزاف ديال الفليكسيكون، هي راه دايرة عاوتاني ديالي شي لقاء نهار الخميس، هذا الخميس مع الشركة باش إلا تربحوا 17% في هاد الثلاث سنوات كلها تربحوها، ما تزيدوش شي واحد على شي يدخل المحكمة هو خاسر. وبالفعل تيولي تعويضات والاخوان خصكم تاخذوا التجربه اللي عندنا دابا والملفات اللي عندنا على حنا راه بصدد كجميع المراسلات القانونيه درناها، بالتالي حتى هنا سيدي بلادنا ناخذوا هذا جوج دراهم وهذا درهم و80، بالتالي ما خصناش نبقاو شادين يدينا. يعني هذه حنا بالنسبه للاخوان، راه الاخوان اللي حضروا معنا في الاجتماعات لا مع المدير المركزي لا مع الوزاره، هذا هو التوجه ديالنا، وتنقول بانه عندنا الطريقه القانونيه، وغادي نعطي الكلمه في اخر باش يوضح لنا الاستاذ اللي هو مستشار قانوني، لانه حنا ماشي عندناش هكا قوة قانونيه باش نبدا نجاوبوا ونشوفوا جميع النصوص، انه باش غادي نعطي الكلمه للاستاذ يعاود يجاوب على هذا الموضوع. بالنسبه للاخوان ديال الهامش الربحي اللي تيقولوا الهامش الربحي، باش نكونوا واضحين في هذا الموضوع، حنا علاش درنا كل لون عنده جمعيه باش يدافع على الحكومه؟ خصو تيشوفو خصو يجاوبنا. الوزاره الوصيه راه جاوبتنا، ولكن جاوبت بطريقه اللي ما جاوبتش في الموضوع، بالتالي راه كلشي واقف، الطرق ديال النصوص التنظيميه واقفين. الان حنا راه درنا مراسله للوزاره الوصيه في هذا الموضوع، هي فهمات في النقاش مع المدير المركزي الاول ولا الثاني بانه حتى حنا راه فهمنا بانه هادشي غير قانوني، بالتالي من حقنا كي قلت للوزير وكي تنقول للوزاره وتنقولها دابا امام الملا وتنقولها في اجتماع رسمي، حنا قلنا لك والو، انا عطيني 50 فرنك، انا عندي طوطال عطيني 50 فرنك وتعطيه حدايا درهم و70، تنقول ليه انا راه غادي ندير جمع عام